أهلا بكم. هل النظام السياسي الحالي في العراق نظام قاتل؟ ما دوافع سعي النظام السياسي في العراق للقيام بحملة إعدامات كبيرة ضد المعتقلين العراقيين؟ وما تداعياته السياسية والمجتمعية؟ بحسب مصادر في منظمات دولية فإن هناك 28 ألف محكوم بالإعدام على مستوى العالم، منهم 8,000 في العراق لوحده. يرى حقوقيون أن السلطات في العراق تتهرب من تطبيق القانون الدولي الإنساني، وهو ما أدى إلى زيادة الإعدامات في العراق بشكل مفرط، استنادا إلى محاكمات غير عادلة بدوافع طائفية، وفقا لمسؤول حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين. بينما وصف مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق دكتور مثنى حارث الضاري النظام السياسي في العراق بالقاتل خلال مشاركته في الندوة التي أقامتها الهيئة بشأن سعي النظام السياسي في العراق للقيام بحملة إعدامات كبيرة للمعتقلين. كما سلط الضوء على مدى خطورة ملف الإعدامات في العراق، لا سيما بعد صدور أحكام إعدام ضد آلاف المعتقلين في السجون الحكومية. نبحث في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام دلالات استمرار الانتهاكات التي يرتكبها النظام السياسي في العراق، سواء بالإخفاء القسري أو التعذيب أو الإعدام وإلى آخره، وما التوصيف القانوني لارتكاب إعدامات باستخدام القضاء من دون محاكمات عادلة، ومن المستفيد؟ سيكون معي في هذه الحلقة الدكتور أيمن العاني مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين. مرحبا بك دكتور أيمن. حياك الله أخي الكريم. وأيضا الأستاذ مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر. مرحبا بك أستاذ مصطفى. حياك الله عزيزي وحيا مشاهديك الكرام وضيفك العزيز. حياكم الله. مشاهدينا الكرام، نتابع سويا هذا التقرير ثم نبدأ بالحوار، كونوا معنا. مسلسل انتهاكات حقوق الإنسان في سجون العراق لا تنتهي حلقاته بالإخفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة، فمعظم المتهمين لا يعرفون أسباب اعتقالهم ويخضعون لمحاكمات سريعة وغير عادلة وأدلة غير كافية. بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش، فيما أكد مراقبون على أن هناك نحو 28 ألف محكوم بالإعدام في العالم، منهم 8,000 في العراق، ما يشير إلى أن ثمة سلطة قضائية فاسدة خاضعة للأحزاب والميليشيات. بتلك الانتهاكات الفاضحة فإن النظام الحاكم يعد نظاما قاتلا بحسب وصف مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور مثنى حارث الضاري خلال مشاركته في الندوة التي أقامتها الهيئة بشأن سعي النظام السياسي بالعراق للقيام بحملة إعدامات كبيرة للمعتقلين. وأضاف الضاري أن النظام الحاكم ارتكب انتهاكات واسعة النطاق ضد العراقيين بعد الاحتلال الأمريكي للبلاد عام 2003، كما سلط الضوء على مدى خطورة ملف الإعدامات في العراق، لا سيما بعد صدور أحكام إعدام ضد آلاف المعتقلين في السجون الحكومية، في مؤشر صريح على مدى الانتهاكات التي ترتكبها السلطات الحاكمة. النظام السياسي في العراق نظام قاتل، نظام قاتل، مهمته الأساسية القتل بكافة الوسائل. السلطات الحالية في العراق تتهرب من تطبيق القانون الدولي الإنساني، وهو ما أدى إلى زيادة الإعدامات في العراق بشكل مفرط، استنادا إلى محاكمات غير عادلة بدوافع طائفية، وفقا لمسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين الدكتور أيمن العاني. من جانبها فإن المحاكم في العراق لم تدن أي عنصر من عناصر القوات الحكومية أو الميليشيات لارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان مثل جرائم القتل والخطف. وفي ذات السياق أكد مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين أن الدول التي لديها معتقلون في العراق تطالب بمحاكمتهم على أراضيها لقناعتها بعدم وجود شروط محاكمات حقيقية ونزيهة، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة عدم تصديق رئاسة الجمهورية الحالية على أحكام الإعدام الجائرة. إذن أبدأ معك دكتور أيمن العاني مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين. المحاكم في العراق لم تدن أي انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبت ضد المعتقلين العراقيين وضد العراقيين بشكل عام، سواء من خلال الاعتقالات عن طريق المخبر السري أو التعذيب أو انتزاع الاعترافات بالإكراه وبالتعذيب وإلى آخره، وصولا إلى مرحلة الإعدام التي تكون مثبتة بدلائل بالمخبر السري، ومحاكمات لا تخضع لمعايير عادلة وحقيقية. يا ترى لماذا اصطبغ النظام السياسي في العراق منذ عام 2003 بهذه الصبغة وإلى حد الآن؟ تحية لك أخي الكريم مجددا وللضيف العزيز ولجميع المشاهدين. حقيقة هذا يعني السؤال مهم جدا، وفي مضمونه يكمن الموضوع، لأن حكومات الاحتلال المتعاقبة في العراق ومنذ 2003 هي حكومات غير شرعية، حكومات جاء بها الاحتلال وفرضها على العراقيين، وبالتالي لدينا أزمة سياسية في البلاد مستمرة وممتدة منذ 2003 وحتى اليوم، وما أفرزت هذه الأزمة من تداعيات كثيرة حقيقة. بالنسبة للجانب الحقوقي نحن نتحدث هنا على وجه الخصوص، وما الكم الهائل من الانتهاكات الجسيمة التي تعرض ولا يزال يتعرض لها العراقيون في ظل هذا النظام الذي يعني تحركه دوافع طائفية، دوافع انتقامية. يعني لا يزال الموضوع يدور في دائرة الحقد الدفين الذي تكنه الجهات التي تدعم هذا النظام للعرب وللعرب السنة على وجه الخصوص. وهذا المكون طبعا كبير في العراق، والمكون الذي كان له حصة كبيرة من هذه الانتهاكات، وطبعا هذه الانتهاكات أثرت تأثيرا كبيرا ومباشرا وغير مباشر على حاضر هذا المكون الكبير ومستقبله ومستقبل أبنائه. فاليوم العراقيون حقيقة يعني هم في مسألة ضياع، حالة ضياع، لأنه لا يعرفون ما ينتظرهم، المستقبل مجهول، الواقع مرير والمستقبل مجهول، وهنالك المشكلة الكبيرة التي يعاني منها العراقيون، وهي أن الحكومات المتعاقبة منذ 2003 إلى اليوم هي تفتقر افتقارا كبيرا للأولويات الوطنية. تخيل أخي الكريم على الجانب الحقوقي ومحاور حقوق الإنسان، لدينا مقتل أكثر من 1,150,000 مدني في العراق منذ 2003، لدينا مئات الآلاف من المعتقلين، من المغيبين، من المختفين قسريا، الاعتقالات بالجملة حقيقة ومن دون ذكر الأسباب ومن دون مذكرات اعتقال. تقوم بهذه الاعتقالات جهات يعني غير مخولة، لكن الأمر فوضى، وفوضى السلاح وظهور الميليشيات واستفحالها، هذا كله أخي، كل هذه الإجراءات، كل هذه التداعيات ناهيك عن مثلا التدهور أو انهيار المنظومة الصحية، انهيار قطاع التعليم. تخيل بلد يدعي الديمقراطية المتوهمة، نصف سكان هذا البلد من الأميين، كيف يستقيم الأمر؟ لا توجد يعني لا يوجد هنالك، متى ما كان هنالك أمية لا يمكن أن يكون هنالك ديمقراطية. عندما نتحدث دكتور أيمن إذا سمحت لي أيضا يعني في موضوع الأمية وموضوع حق الإنسان في التعليم، فإننا قد يعني قفزنا إلى مرحلة لا نقول إنها متقدمة ولكن هي أساسية أيضا، متداولة على مستوى العالم بأنه للإنسان له الحق بالتعليم والتعلم، ولكن في العراق منذ عام 2003 يريد العراقيون أن يحصلوا على حقوقهم بتنفس الهواء بكرامة، بالحياة بجريان الدم في عروقهم بكرامة، ولكن حتى هذا الأمر يشكو منه الكثير من المعتقلين داخل السجون الذين يعني يتحدث ذووهم بأنه لم يجرى لهم أي محاكمات عادلة، وبالتالي يحكم عليهم بالإعدام ظلما، وهنا حق الإنسان بالحياة انعدم، وليس في التعليم وغير التعليم وحقوقه في النفط وحقوقه بثروات بلده، وهذه الأمور التي تحدث عنها الاحتلال الأمريكي قبل عام 2003 و13 سنة يطبلون لمعاناة الشعب العراقي، وسلموا الشعب العراقي لحكومات أهدافها تتمحور حول مشروع التغيير الديمغرافي وتداعياته. إذا تحدثنا عن هذا الموضوع، اسمح لي أستاذ أيمن أن أنتقل للأستاذ مصطفى كامل. أرحب بك أستاذ مصطفى من جديد، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر. يا ترى ما الذي جعل الأمريكيين يتحولون بوعودهم للشعب العراقي من ما قبل 20 سنة بأنه هذا الشعب من حقه أن يعيش بكرامة؟ هل هذه هي الكرامة؟ هل هذا هو حق الحياة للعراقيين الذين 8000 منهم محكومون بالإعدام وهم يمثلون ثلث المحكومين بالإعدام على مستوى العالم؟ دعني قبل الإجابة على سؤالك وهو مهم جدا أشير إلى نقطة بالغة الأهمية، وأسجل لهيئة علماء المسلمين في العراق ولقسم حقوق الإنسان فيها أنها تعد كل سنة تقريرا شاملا وافيا محيطا بكل جوانب الموضوع لكل انتهاكات حقوق الإنسان في العراق في المجالات القانونية والحقوقية والتعليم والصحة والخدمات وفي جميع الجوانب. وهذا التقرير حقيقة هو تقرير مرجعي لابد لكل الحقوقيين والمعنيين بالجانب الإنساني ولكل المنظمات ولكل الجهات المعنية حتى السياسية منها في العراق وفي خارج العراق أن تقتني هذا التقرير السنوي الذي تعده الهيئة وقسم حقوق الإنسان تحديدا فيها، ويجب أن يطلعوا عليه ويقرأوا مفرداته لأنه حقيقة مرجع مهم، كما يؤشر يعني لواقع حقوق الإنسان في العراق كما باقي البيانات التي تصدرها الهيئة والتي أرخت على مدى 20 سنة وأكثر، على مدى تقريبا 21 سنة كل المحطات المهمة في تاريخ العراق خلال هذين العقدين اللذين قضى فيهما شعب العراق أسوأ أيامه في ظل الاحتلال الأمريكي ثم الإيراني للعراق. الوعود الأمريكية، لا ننتقل إلى ما تفضلت به من سؤال جوهري، الوعود الأمريكية بالتأكيد لم تكن ابتداء معنية بالشأن العراقي، لم تكن حريصة على المواطن العراقي، لو كانت حريصة على المواطن العراقي لما قامت بحصاره وشددت الحصار عليه حتى في القضايا التي لا يمكن أن تكون خاضعة للجوانب أو يعني يستفاد منها في الجوانب العسكرية، بل وجدنا أن هناك إصرارا شديدا على محاصرة العراقيين في الغذاء وفي الدواء وحتى في أقلام الرصاص كما يعلم العراقيون خلال السنوات 13 التي فرض عليهم الحصار خلالها منذ عام 1990 وحتى 2003، بل وأشير هنا إلى أنها الولايات المتحدة فرضت الحصار على العراق في قضايا إنسانية وغذاء قبل قضية الكويت بنحو سنة بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية. بدأت الولايات المتحدة بمحاصرة العراق حتى أنها منعت القمح والذرة عنه في قبل قضية الكويت بعدة أشهر. لذلك الأمريكيون لم يكونوا حريصين على الإطلاق بمعاناة الشعب العراقي، بل كانوا العامل الأساسي في التدهور الحاصل في سنوات الحصار في الجانب الإنساني على جميع الصعد والمجالات. وعندما أرادوا أن يعني يبادروا مهمة أو يباشروا عفوا مهمة غزو العراق، جريمة غزو العراق، كانوا يريدون أن يلبسوها جوانب براقة، يحاولون كسب ود بعض الجهات داخل العراق ويحركوا فيها بعض المشاعر، يدغدغوا فيها بعض المشاعر أننا سنجلب لكم ديمقراطية وسنجلب لكم الحرية وسنجلب لكم المزيد من الانفتاح على العالم. والحقيقة العالم يعني العراق كان منفتحا على العالم لولا ظروف الحصار التي أشرنا إليها قبل قليل. الولايات المتحدة لم تكن أصلا تهدف إلى هذا الموضوع. الأساس كان الأساس في ارتكاب هذه الجريمة كان تدمير العراق وإزاحة هذا البلد العظيم بتاريخه وبإمكانياته البشرية والمادية وغير ذلك، وإزالة الدولة التي كان يتمتع بها هذا البلد خدمة للمشروع الصهيوني بالدرجة الأولى. وهنا يجب أن نؤكد على هذا الأمر، أن احتلال العراق وإزالة الدولة فيه وتخليق عراق مصنع من هذه النماذج الكريهة التي جيء بها من كل أصقاع الأرض، وكانوا فعلا شذاذ الآفاق كما يقال، وليس العدو الصهيوني فقط استجلب شذاذ الآفاق إلى فلسطين المحتلة، وإنما العدو الأمريكي أيضا استجلب هؤلاء إلى العراق وسلمهم حكم العراق ليتولوا عملية تدميره بعد أن يعني نفذ الأمريكيون في مرحلة الحصار ثم في مرحلة الغزو والاحتلال الأولى هذه الجريمة. إذا لم تكن عملية الشعارات، لم تكن هذه الشعارات التي تحدثوا عنها، لم تكن في وارد الأمريكان على الإطلاق. كان الأساس هو تدمير هذا البلد وقتل شعبه وإفقار أهله وتدمير حتى مستقبل الحياة أمامهم، إغلاق حتى منافذ المستقبل أمامهم، خدمة للمشروع الصهيوني بالدرجة الأولى والأخيرة. نعم أستاذ مصطفى. دكتور أيمن، بالعودة إليكم مرة أخرى، ماذا يعني وجود رقم 8000 محكوم بالإعدام بالمقارنة ب 28,000 إنسان على مستوى العالم محكوم بالإعدام في العراق؟ لماذا العراق وحده مستهدف البشر فيه على هذا النحو؟ لا نتحدث عن موجة القتل المليونية التي حصلت بعد احتلال العراق، ولا نتحدث عن قتل العلماء، ولا نتحدث عن قتل النخب وتهجير العراقيين في مخيمات، ولا نتحدث عن إفراغ أراضي وإفراغ أقضية وإفراغ مدن بالكامل وإسكان محلها أناس آخرين، ولا نتحدث عن تدمير الموصل وجرف الصخر وعمليات الإبادة وكذلك التغيير الديمغرافي. يعني لماذا الإنسان العراقي مستهدف دونا عن غيره من كل البلدان؟ أخي الكريم، بالنسبة للاستهدافات القضائية حقيقة يعني قطاع واسع من العراقيين، طبعا ليس سرا أن أقول أنه جميع الذين استهدفوا بهذا الموضوع هم من المناهضين للاحتلال والرافضين للهيمنة الإيرانية وللرافضين في حالة الاحتلال بشكل كامل وما آلت إليه البلاد في ظل هذا الاحتلال البغيض على جميع الصعد والمستويات. طبعا هذا يعني عامل مشترك أكبر لجميع هؤلاء المستهدفين بهذا الموضوع. أما بالنسبة للأعداد الكبيرة للمحكومين بالإعدام، فيعني هذا ليس أيضا، الجميع يعلم أنه هنالك جلسات في محاكمات سريعة، وكل جلسة يتم النطق فيها بحكم الإعدام بحق عشرات المعتقلين، عشرات الذين أجبروا تحت التعذيب بالاعتراف على جرائم لم يرتكبوها أصلا هم، لكن هذا التعذيب والتعذيب الوحشي، التعذيب السادي الذي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون الغرض منه تحقيق العدالة أبدا، الغرض منه انتقامي، الغرض منه التنكيل والإذلال والإمعان وحرمان ممنهج من حق الحياة لآلاف من المعتقلين داخل السجون الحكومية التي فيها أوضاع احتجاز يرثى لها، وهي محط إجماع دولي بأنها قضية انتهاك حقوق إنسان سافر في هذا الموضوع. فيعني هنالك الكثير من المحكومين طبعا، وهذا لدى وزارة العدل وحدها، أما نتكلم عن الأعداد يعني مجموع الأعداد الذين حكم عليهم بالإعدام قد تصل هذه الأعداد إلى 13,000 معتقل تم الحكم عليه بالإعدام، وهم ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم، والكل يعلم أنه هنالك محاولات تسريع لتنفيذ هذه الأحكام الجائرة، لأنها أحكام غير مستندة حقيقة إلى أدلة كافية، وجرت في محاكمات أبعد ما تكون عن المحاكمات العادلة المستقلة النزيهة العلنية التي تضمن حق الدفاع عن المتهم، ويتساوى أمامها جميع الأفراد دون تمييز دون تحيز، ولا يملى عليها رغبات، وهذا كله طبعا في الحالة العراقية يعني غير موجود. فوفق الدستور في العراق أعلى سلطة قضائية في البلد هي تابعة للكتلة الكبرى أو الكتلة الأكبر في البرلمان، لأن أعضاء هذه المحكمة وهذه الهيئة يتم التصويت عليهم، وهذا طبعا يعني مناف لمبدأ الفصل بالسلطات الذي يتشدق به المشاركون في العملية السياسية، فضلا عن أنه هنالك حالة تناحر سياسي بين الجهات المشاركة في هذه العملية، الأمر الذي يؤدي إلى يعني تداعيات تنعكس على حالة المعتقلين. كيف تنعكس؟ تنعكس ظلما مركبا، إمعانا في الإذلال والتنكيل، اتخاذهم كوسيلة لكسب مكاسب سياسية بائسة على حساب حياة الأبرياء، آلاف الأبرياء أخي نتحدث عنهم، يعني هنالك يعني كم هائل من الشهادات والإقرارات الدولية بعدم صلاحية منظومة القضاء في العراق، وبدليل أنه حتى من جاء من الأجانب وقاتل في العراق وتم اعتقاله وتمت محاكمته في العراق داخل العراق، تطالب البلدان التي يتبع لها أنه يعني حظر تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في العراق، لعلمهم بالعيوب الكبرى التي تشوب منظومة القضاء في العراق، ولعلمهم بهذه التفاصيل، وهذا طبعا بعد مراقبة الإجراءات ومراقبة أثناء الاحتجاز والتحقيق، كلها حقيقة منذ البداية هي عبارة عن يعني إجراءات غير قانونية، إجراءات تعسفية، إجراءات لا تفضي إلى يعني الهدف الأسمى للحكومات الوطنية، والذي هو الحفاظ على السلم المجتمعي. هنالك أزمة قائمة في العراق بهذا الصدد، السبب هو تعمد حكومات الاحتلال المتعاقبة تأجيج أسباب أو نسف مقتضيات السلم المجتمعي. طبعا وبالتالي هنالك لدينا أزمة، وهذه الأزمة مع الأسف الشديد هي تصب لصالح الحكومات، لأنها لا تستطيع أن تبقى أو تستمر إلا بافتعال أزمات وافتعال حروب وصراعات وإدخال البلد في يعني أنفاق يعني مظلمة وفقا لهذه المصالح وهذه لا الأهداف. شك. لا شك لا شك. طيب ابقى معي دكتور، سوف أعود إليكم مرة أخرى. أستاذ مصطفى، ما هي المكاسب السياسية التي تحققها الحكومات منذ عام 2005 وإلى هذه اللحظة من خلال استمرار عجلة الإعدامات واستخدام القضاء وتسييس القضاء من أجل تنفيذ عمليات إعدامات طائفية؟ يعني أولا في العراق لا توجد أعداد دقيقة لعدد المحكومين بالإعدام، ولا لعدد المعتقلين، ولا لعدد الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن أو بالإعدام. كل الأرقام اللي موجودة هي أرقام تخمينية تقديرية وبالتالي غير دقيقة. والرقم الذي تفضلت بالإشارة إليه وهو 8,000 محكوم بالإعدام، أنا أعتقد أن هذا الرقم. نعم، هذه الأرقام طبعا هذه الأرقام من مصادر من منظمات دولية وإنسانية تحدثت، ولعل ما تحدث به الدكتور أيمن بأن الأرقام هي ربما تكون أعلى بكثير، وهو تحدث عن رقم 13,000 وهو أيضا رقم يعني كبير جدا. أستاذ مصطفى تسمعني؟ أستاذ مصطفى تسمعني الآن؟ إذا إلى أن يتم تأمين الاتصال بشكل أفضل، فاصل قصير ثم نكمل الحوار. مشاهدينا الكرام ابقوا معنا. صدر حديثا عن مؤسسة البصائر للدراسات والنشر كتاب المقاومة العراقية تاريخ لا يسرق ولا يزور لمؤلفه العقيد الركن حاتم الفلاحي، كتاب يؤرخ المقاومة العراقية الباسلة للاحتلال الأمريكي وينقض ما نسجه خيال بعض المتوهمين عنها وما أثاروه من تشكيك وتشغيب. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام. في هذه الحلقة نسلط الضوء على حملات الإعدامات الكبيرة واستهداف المعتقلين في العراق في عملية برمجة مستمرة منذ احتلاله وحتى اللحظة على يد الحكومات المتعاقبة باختلافاتها، ولكن بتشابه أساليبها. نتحدث خلال هذه اللحظة عن الأهداف والتداعيات وكذلك الدوافع. أستاذ مصطفى كامل، بالعودة إليكم مرة أخرى، تسمعني الآن بشكل جيد؟ أسمعك. نعم، هل تسمعني؟ نعم أستاذ مصطفى. أستاذ مصطفى، هل أكملت لنا وجهة نظرك حول الأهداف السياسية من هذه الإعدامات على يد حكومات توصف من قبل منظمات دولية إنسانية بأنها حكومات طائفية، ناهيك وبالإضافة عن وصفها أيضا من قبل العراقيين؟ يعني أنا كنت أشكك بالأعداد التي تتحدث عن وجود 8,000 شخص محكوم بالإعدام لدى سجون وزارة العدل، وكما تفضل الدكتور أيمن بأن العدد ربما يرتفع عندما نشمل جهات أخرى إلى 13,000. أنا أقول أن كل الذين تعتقلهم الجهات السياسية والأمنية والميليشياوية، ونقول السياسية لأن الجهات السياسية هي لديها أيضا ميليشيات وأدوات للاعتقال وسجون ومعتقلات سرية، كل هذه الجهات تقوم بهذه الاعتقالات الإجرامية وتنفذ أحكام إعدام خارج القضاء، وتنفذ أحكام إعدام عبر استخدام المنظومة القضائية المسيسة والمعروف طبيعتها في العراق. وبالتالي أعداد الذين يتعرضون إلى الانتهاكات وإلى احتمال القتل سواء بالأحكام يعني أحكام الإعدام أو بخارج أحكام الإعدام أعداد لا يمكن حصرها في العراق على الإطلاق. هناك أعداد كبيرة نعم. إذن أستاذ مصطفى، إلى أن يتم تأمين الاتصال بشكل أفضل مع حضرتك سوف نعود إليكم مرة أخرى. اسمح لي أن ننتقل للدكتور أيمن العاني. دكتور أيمن، النظام أو القضاء في العراق، المنظومة القضائية في العراق، السلطة القضائية في العراق، هل هي في معزل عن القانون الدولي؟ هل العراق في كوكب آخر يشبه كوكب المريخ بحيث أنه جميع الدول تنتقد المنظومة القضائية في العراق ولا أحد يعني له أن ينبس ببنت شفة مثلما يصف البعض، ولا يستطيع أحد أن يقول للقضاء الذي هو تحت الرعاية الأمريكية منذ عام 2003 أنك قضاء لست بعادل وأنك لا تطبق المعايير الصحيحة في المحاكمات. يعني السؤال هنا، هل العراق له خصوصية وله حصانة أمريكية كمنظومة قضائية بحيث يتم تنفيذ أي حكم وانتهاك حقوق الإنسان بشكل علني وأمام مرأى ومسمع العالم وبدراية العالم أجمع؟ لا شك أخي، لأنه هذا معلوم لدى الإدارات الأمريكية أنه هم المسؤولون وهم من يتحمل المسؤولية بالنتيجة عما يحصل في العراق أمام العالم. فبعد 2003 نعم هنالك مؤسسات حكومية وتشكيلات حكومية ومسميات حكومية، لكن كلها يعني أفرغت من مضمونها، ومن جملتها طبعا منظومة القضاء. هنالك قضاء ومسميات كبيرة وتفاصيل للأسف اليوم لسنا محظوظين بالاتصال بضيوف الكرام. أستاذ مصطفى تسمعني؟ إذن استأذنك دكتور أيمن العاني، سوف أعود إليكم مع الأستاذ مصطفى كامل. فاصل قصير إن كان متوفر الآن. يسمعني دكتور أيمن؟ دكتور أيمن تسمعني؟ نعم نعم أكمل لو سمحت، تفضل. نعتذر منك الخلل من المصدر. ولا يهمك. يعني فكلها حقيقة مسميات كبيرة ومؤسسات، لكنها يعني مفرغة من مضمونها. فبالعراق المهم أن يعني تعقد الانتخابات، لكن ليس مهما كيف تعقد ومخرجات هذه الانتخابات والتسويات السياسية التي تحيط فيها وعمليات التزوير الكبيرة وما إلى ذلك، وهذا ينعكس على باقي المؤسسات ومنها القضاء. فالقضاء هنا يعني بالشكل موجود، لكن بالمضمون هو معطل. لا يمكن أن تكون هنالك عدالة مع قضاء مسيس تابع للأحزاب المتنفذة. مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور مثنى حارث الضاري وصف النظام السياسي بالعراق بأنه نظام قاتل، نظام سياسي قاتل. يعني القضاء هو الأداة للقتل التي يشرع بها النظام السياسي بقتل العراقيين منذ عام 2003. هل نفهم ذلك؟ يعني القضاء أداة من الأدوات الكثيرة التي يستخدمها النظام السياسي القائم في العراق منذ 2003 للنيل من العراقيين وقتلهم وحرمانهم من الحياة ويعني جعلهم يعيشون في واقع مرير ومستقبل مجهول. هذا حقيقة يعني لا شك أنه النظام نظام يعني قاتل، لأن هذا النظام هو مدعوم من جهة يعني قاتلة سواء أمريكا أو إيران. الجهتان متورطتان بجرائم يعني ضد الشعوب، شعوب كثيرة على وجه البسيطة، هم ارتكبوا جرائم وفظائع بحق هذه الشعوب. واليوم نحن نعيش ما يعانيه أهلنا في غزة، وأيضا لأمريكا اليد الطولة في تنفيذ هذه الجرائم منذ 100 عام أخي الكريم إلى اليوم، منذ 100 عام. والرؤساء الأمريكيون يجب أن يقدموا إلى المحاكمات بسبب الجرائم التي ارتكبوها عندما كانوا في المنصب، وهذا الأخير منهم، لأنهم ضالعون ووالغون بدماء الشعوب ودماء وفي قضايا قانونية قضائية. لو كان العالم يعني في نظام عادل، وليس عادلا، لو فيه شيء من العدالة لقدم جميع هؤلاء الرؤساء إلى المحاكمة لضلوعهم بجرائم. فهذا السبب الأول. السبب الثاني سيرة هذا النظام، سيرة هذا النظام قبل الاحتلال ومنذ سبعينيات القرن الماضي هو متورط بتفجيرات وجرائم قتل لمدنيين أبرياء في العراق وخارج العراق. كذلك أثناء الحرب العراقية الإيرانية جميع الشخوص لهذا النظام هم مشاركون في هذه الحرب ضد البلد الذي يدعون اليوم أنهم يعملون لأجله. وهذا طبعا أمر يعني لا يقبله أي عاقل. يضاف إلى ذلك الجرائم التي ارتكبوها أثناء الاحتلال بحق المدنيين في العراق، والانتقام وعمليات القتل والاغتيالات وبعد الاحتلال. هذا كله حقيقة يعني على جميع طول مسار هذه الحكومات هي متورطة بشكل مباشر بدماء العراقيين. دكتور اسمح لي أن أنتقل للأستاذ مصطفى كامل. الأستاذ مصطفى، كيف تتقاطع أو تتقارب المصالح الأمريكية والإيرانية في العراق؟ يعني كما هو معلوم أن لكل بلد فيه حكومات، من واجب هذه الحكومات ووظائف هذه الحكومات من خلال إدارتها للدولة تركز على المواطن وتركز على التنمية. في العراق يتم التركيز على التغيير الديموغرافي، ويتم التركيز على التهجير والمخيمات والنزوح في بلد يعتبر من أغنى البلدان بالنفط في العالم. يا ترى كيف أو يعني تتقارب هذه النقاط ما بين الولايات المتحدة وإيران فيما يخص موضوع دعم الحكومات في يعني إيجاد عراق كالعراق الذي نعيشه الآن؟ يعني احنا لما كنا متفقين على أن هذا النظام نظام قاتل وإرهابي وإجرامي يواصل جرائمه بالتطهير العرقي وبالتغيير الديموغرافي وبالإرهاب الطائفي وبالقتل وبالحصار وبالتجويع وبالتهجير وبعمليات الإعدام وبعمليات الاعتقال غير شرعي. وأنا هنا أشير إلى قضيتين مهمتين. القضية الأولى أن هناك عشرات وربما هناك آلاف وربما عشرات الآلاف من الذين اعتقلوا في سنوات سابقة، ونحن لدينا وثيقة في هذا الأمر من إحدى الجهات الأمنية في بغداد تتحدث عن إلقاء القبض أو صدور مذكرات قبض على أشخاص بالاسم الثنائي، يعني علي حسين، حسين علي، أحمد شهاب، شهاب أحمد، وهذه متكررة، محمد جاسم، جاسم محمد، متكررة بعشرات أو ربما مئات الألوف. هذه الأسماء متكررة في العراق، يعني لا يوجد هناك اسم ثلاثي ولا سن، سنة تولد ولا اسم الأم ولا اللقب، وإنما بالاسم الثنائي. وهكذا يستمر، تقول الوثيقة أنه يستمر القبض، تستمر الوثيقة يعني القبض على الأسماء بهذا الاسم الثنائي، رغم أن الشخص المعني ألقي القبض عليه بالذات، المعني بالذات ألقي القبض عليه ولكن الوثيقة تبقى تعمل، أو أن القضية أغلقت ولكن الوثيقة تبقى تعمل. وهناك قضية أخرى أنا أشير إلى مئات اعتقلوا في التحضير قبيل التحضير لعقد مؤتمر قمة عربي في بغداد في سنوات سابقة ربما 2010 أو 2011، وما يزالون هؤلاء يعني اعتقلوا لأغراض التحفظ، ولكن لحد، وهذه أصلا هي نكتة، يعني إذا كانوا هم متهمين يجب أن يحاكموا، وإذا كانوا أبرياء يجب أن لا يعتقلوا أصلا، أما اعتقال لغرض التحفظ هذه يعني بدعة جديدة، بدعة كريهة حقيقة وليست سيئة فقط. هؤلاء وما يزال كثير منهم في السجون والمعتقلات. لما كنا متفقين على أن النظام هذا قاتل وإرهابي ومجرم ويستخدم كل الوسائل للتحقيق وتنفيذ جرائمه، هذه إذا نخلص إلى حقيقة أن هذا النظام من جاء به؟ جاءت به الولايات المتحدة وجاء به إيران، هو حصيلة للاتفاق الأمريكي الإيراني المشترك. وأشير هنا إلى موضوع مهم، وهو موضوع أن غزو العراق لم يكن ليحدث لولا الاتفاقات الأمريكية الإيرانية، وهذا باعتراف مسؤولين أمريكان ومسؤولين إيرانيين. هناك الكثير من التفاصيل التي تضمها مذكرات بعض المسؤولين الأمريكيين بالذات، ومنها السفير زلماي خليل زادة الذي كان يسمى سفير الإدارة الأمريكية لدى فصائل المعارضة، يعني الجهات العميلة التي الآن تحكم في العراق وتتحكم به، كان يجري عمليات، يجري اتصالات ويعقد اجتماعات متتالية وسرية في جنيف مع محمد جواد ظريف الذي استوزر فيما بعد في وزارة الخارجية الإيرانية لتسهيل عملية غزو العراق. وأيضا الجهات الطائفية التي يعني داخل العراق والاتصالات التي حصلت معها قبل غزو العراق لتسهيل عملية الغزو والاحتلال من بعض مراجع المذهب كما يسمى أو الحوزة. لما كان هذا الأمر حاصل جرى بسبب ضربات الشديدة للمقاومة الوطنية العراقية في سنوات ذروة المقاومة كما هو معروف، جرى تسليم الإدارة في إدارة شؤون العراق، تسليمها وفق اتفاقيات. عقدت العديد من الاجتماعات بين الجهات الإيرانية والجهات الأمريكية، أشير إلى اجتماعات متكررة عقدها السفيران الإيراني حسن كاظمي قمي وهو جنرال في الحرس الثوري، ويعني هو كان سفيرا في بغداد، وأيضا السفير الأمريكي في بغداد رايان كروكر، عقدوا عدة اجتماعات لتسهيل أو لتنفيذ المخططات المشتركة تجاه العراق وتحقيق المشروع الاحتلال وتثبيته. وبذلك عندما انسحبت الإدارة القوات الأمريكية من العراق في العام 2000 نهاية العام 2011 بشكل مباشر، انسحب الثقل الأساسي للقوات الأمريكية واستقروا في الكويت بالتحديد ومناطق أخرى. جرى تسليم العراق لإيران، وبالتالي هذا الذي يجري الآن هو متفق عليه بين الاحتلالين الأمريكي والإيراني. هذا النظام الولي الذي خلق في العراق، وهذا العراق المصنع الذي جرى تشكيله وتخليقه، العراق الجديد كما يسمونه بعد الاحتلال، جرى باتفاق أمريكي إيراني ومباركة من جهات عربية وإقليمية ودولية أيضا. وبالتالي كل هذه الجهات وفي مقدمتها الولايات المتحدة وإيران، طبعا الولايات المتحدة ومعها بريطانيا وكل جهات التي ساهمت في عمليات الغزو الإجرامية، كلها تتحمل نتائج ما يجري في العراق من تخريب، من تدمير، من تجهيل، من نشر للطائفية، من قتل، من تهجير، من عمليات إبادة في بكل الوسائل، عمليات التغيير الديموغرافي، هذه كلها يجري تنفيذها باتفاق أمريكي إيراني. هذه الإجراءات التي تحدث أحيانا في الخلاف بين أمريكا وإيران هو فقط خلاف على مستوى النفوذ ومداه، عمقه ومداه في العراق وفي المنطقة. أما مبدأ النفوذ الإيراني في المنطقة هذا أمر متفق عليه ومقبول أمريكيا ومقبول صهيونيا ومقبول من بعض الجهات الإقليمية والدولية أيضا، لكن الخلاف فقط على مداه وعمقه. أما مبدأ النفوذ فهم يعني لا خلاف عليه. وهذا مصداقا لكلامي، الوقائع على الأرض تؤكد ما يحصل في العراق، تؤكد هذه الوقائع أن ما يجري في العراق باتفاق. عندما خرجت الولايات المتحدة وسلمت الأمر إلى ميليشيات إرهابية سبق أن قاتلت العراقيين سواء قبل غزو العراق أو حتى بعده في أيام الفتنة الطائفية، هذه هي منها تشكل الوزارات، هي منها تشكل البرلمانات، هي منها تشكل القوات المسلحة والقوات الأمنية. يعني نحن نتذكر الأمر الذي يعني نفذه أو أصدره حاكم الاحتلال الأمريكي بول بريمر عندما شكل القوات المسلحة العراقية بين قوسين، وهي حاصل جمع الميليشيات، هي هكذا يذكر وينص على أنها حاصل جمع الميليشيات التي كانت في العراق سواء قبل الاحتلال وبعده. كل هذا يدلل على أن عملية الإجرام التي تحدث أو عمليات الإجرام الانتقامية الإرهابية التي تحدث في العراق هي باتفاق أمريكي إيراني. قد يختلفون في أشياء أخرى، في ملفات أخرى، لكن فيما يتعلق بالشأن العراقي هم الطرفان متفقان تماما. شكرا جزيلا أستاذ مصطفى. في دقيقتين دكتور أيمن العاني لو سمحت، لابد من تداعيات وانعكاسات على المجتمع العراقي عندما تكون إدارة الدولة بصناعة الأعداء من الداخل، ويعني جعل فئة معينة هي تريد قتل الفئة الأخرى، وبالتالي التهم جاهزة والمقصلة جاهزة والاعتقالات والتعذيب جاهزة. لابد من تداعيات على الانتماء للوطن، على الشعور بأن المواطن العراقي هو ينتمي إلى العراق. هل سيؤثر ذلك على الأجيال القادمة من خلال صناعة الأعداء من الداخل، جعل القانون بيد من له مكاسب سياسية؟ أخي الكريم، استخفاف بحياة الإنسان هذا هو سيد الموقف بالعراق. طبعا هذا الموضوع يعني لا شك أنه له تداعيات كثيرة وخطرة وممتدة، يعني تجعل من العراق، لكن لا يصح إلا الصحيح. بالنتيجة الأمور مهما يعني تدهورت، طبعا هذا النظام القائم هو ساهم مساهمة كبيرة ووفر الزخم اللازم لهذه الأوضاع السيئة التي يعيشها العراقيون. طبعا يضاف على ذلك مئات الآلاف من الحالات، الوفيات يعني في أمور مثلا في المخدرات التي كان البلد خاليا منها، في مسألة انهيار النظام الصحي وعدم توفر العلاجات اللازمة لآلاف الحالات المرضية، هذا طبعا يتحمله النظام. كذلك يتحمل النظام الكثير من حالات الوفيات التي طبعا سببها انعدام الخدمات الأساسية، انقطاع الكهرباء، عدم وجود الأكسجين، الأمور الأخرى، هذا كله حقيقة هو يتحمل المسؤولية بشكل مباشر حكومات الاحتلال، والاحتلال يعني نفسه هو أيضا يتحمل هذا الموضوع. لكن مثل ما ذكرت أنه لا يصح إلا الصحيح، ولا بد لهذه الهجمة الشرسة من الطارئين ومن شهود الزور، لابد أن تنتهي ولابد أن تكون لها نهاية. ومهما طال الليل يعني أكيد سيبزغ الفجر وتعود الأمور إلى طبيعتها بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا دكتور أيمن العاني، مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، وشكرا جزيلا أستاذ مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر. في الختام مشاهدينا الكرام، تقبلوا مني أطيب تحية، وفي أمان الله.